في رسالته إلى المجلة الطبية البريطانية البريتش ميديكال جورنال، جميع الأدوية مؤذية، البعض منها قد يكون مفيدا. كم منا يتفق على هذه الجملة أو هذه الخلاصة؟ هل نتفق أن ما يتناوله المريض هو بالنهاية مادة كيميائية في أغلب جرعها سامة، إلا في حد معين صالح لهذا المريض بالذات ولعرض معين ولمرض معين؟ هذا أمر مهم يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. ربما كان من المستوجب علينا أن نسميه سما بدل أن نسميه دواء. ربما كان احترامنا لهذه المادة الكيميائية هو أكبر من ذلك. ربما كنا أكثر حرصا عندما نصف ونتعامل ونصرف هذا الدواء ونعطيه لمرضانا. ربما كنا أكثر حذرا، لأن كلمة الدواء في الغالب تعني الشفاء، كلمة الدواء في الغالب تعني تحسن الحال، ولكن هل هذا ما يحدث بالضرورة عند تناولنا لهذه الأدوية؟ ما رأيكم؟ أنا هنا لست لمجرد إعطاء الإجابات، ستجدونني أطرح الأسئلة أكثر من أن أجيب عليها. هل تتفقون معي؟ أو قد يكون عدم استعمال، فهنالك عدة أمور قد تتدخل، ليس دخل بالضرورة صرفا أو وصفا، ولكن استعمالا أيضا، فقد يستعملها بالشكل المستوجب عليهم استخدامه لها. كيف بدأ؟ كان ثمنا غاليا وباهظا كان للبشرية أن تدفعه حتى ندرك ماذا يمكن أن يكون تأثيرا ضارا للدواء. إنه داء الفوكاميليا أو متلازمة الفوكاميليا التي ظهرت بعد استعمال بعض من الحوامل لدواء الثريدوميد الذي كان يستخدم إما مضادا للإقياء أو في بعض الأحيان مهدئا. استخدمته بعض الحوامل وهذا هي كانت النتيجة، وكانت أول صفارة إنذار أطلقها منذ أكثر من 55 عاما الأسترالي ماكبرايد عندما كتب هذه الرسالة القصيرة إلى مجلة لانسات، مشهورة ذا لانسات. قال فيها أن هناك احتمالا أن يكون هنالك ارتباط بين الفوكاميليا وبين تناول هذا الدواء. هكذا بدأنا. الموجودون بيننا والذين يعلمون ببرنامج المنظمة الصحة العالمية للتيقظ الدوائي ومركز أوبسالا، كان هذا السبب الأساسي في بداية هذه الفكرة العالمية. كان السبب في أن يجتمع الجميع على أن نقول يجب أن نحقق التوازن بين الفائدة والضرر للدواء، وأن الدواء ليس فائدة فقط وليس علاجا فقط. وبالمناسبة، فمنذ سنتين أو أكثر كنا في مؤتمر في البرازيل يتعلق بالفوكاميليا والناس الذين أصيبوا بها، وسوف تستغربون أن أصغر الموجودين كان يبلغ من العمر 5 سنين. ماذا يعني هذا؟ يعني أننا فشلنا، يعني أننا ما نزال نصف في مناطق من هذا العالم الثاليدومايد للحوامل بعد كل هذا الإعلام وبعد كل هذه التوعية وبعد كل هذه المصائب. ما زلنا نأخذ الأمر بصورة هينة، ما زلنا نقوم بدون تفكير مسبق بوصف وصرف وتناول واستعمال أدوية قد تكون مضرة. وهنا يجب أن نبدأ بمفاهيم معينة، يجب أن نبدأ من أرضية معينة، وهي أن أي دواء ما دام يملك تأثيرا فارماكولوجيا علاجيا فهو بالضرورة سيملك تأثيرا سميا. هذا الأمر متلازمتان مترابطتان لا يمكن لأحدهما أن تفصل عن الأخرى، الأمران متوازيان تماما ومع بعضهما البعض، فلا يوجد دواء آمن بالمطلق. كثيرا ما يتكلم الناس عن الباراسيتامول ويقولون دواء آمن، وجعك راسك خذ لك حبة باراسيتامول، ولكنه ليس آمنا بالضرورة. وكثير منكم يعلمون
أن هنالك حوالي 2-3% من حالات دخول المستشفى سببها التسمم بالباراسيتامول. كل مريض حالة فريدة من نوعها. نحن نعلم أن الناس سواسية في الحقوق والواجبات، ولكنهم مختلفون في الفيزيولوجيا وفي الكيمياء. فهذا يعني أن كل مريض ليس عبارة عن مرض واحد ودواء واحد. الإنسان مجموعة من الأمراض ومجموعة من الأدوية، واجتماع هؤلاء هو المريض. وبالتالي فإن الطبيب أو صاحب المهنة الصحية مهما كان لا يقوم فقط بوصف دواء لمرض واحد، لأنه يعلم أن هذا المريض هنالك سلسلة من الأمور التي يجب أن يأخذها بعين الاعتبار قبل أن يقرر علاجا معينا لهذا المريض. كما أن كل حالة هي فريدة حتى بالنسبة للمريض نفسه، فكل حالة مرضية قد يعاني منها تستحق التفكير. وهنا أمر مهم جدا بالنسبة للأطباء منا، نعلم لماذا لن يحل الكمبيوتر مكان الطبيب، لأن الأمر لا يتعلق بمقدمات ونتائج فقط، إنه يتعلق بتحليل كبير لهذا الموضوع. الأمر الآخر هو أننا نعلم بالمجمل أن مجمل الدراسات والأبحاث الطبية التي نقوم فيها غالبا ما يميل الباحث إلى أن يتبعها بما يسمى بالتوزع الطبيعي أو normal distribution. والتوزع الطبيعي يعني أن في الغالبية هذا الدواء يحقق ما يجب أن يحققه، ولكننا ننسى أنه هنالك الأقلية التي يمكن إما أن لا يكون الدواء ذا فائدة لها بالمرة، أو أن يكون مضرا لها بشكل كبير، وهؤلاء لا يزالون نسبة من هذا المجتمع. وبالتالي فإن التوصيات العلاجية يجب أن نحن لا نقوم فقط بدراسة عملية، نحن نتكلم عن روح بشرية، وبالتالي كل روح everyone matters، كل روح هي غالية، وبالتالي يجب أن نضمن في توصياتنا العلاجية كل إنسان على مدار الطيف. فما هو التيقظ الدوائي؟ في الماضي كان التيقظ الدوائي يعتمد على التبليغ وجمع معلومات تتعلق بالتأثيرات غير المرغوب بها، وكان هذا الأمر والحد الذي يصل إليه التيقظ الدوائي أو ما يدعى الفارماكوفيجيلانس. إلا أن تطوراً في عام 2002 قال أن ليس فقط هو التأثيرات غير المرغوبة للدواء، بل أيضاً المشاكل التي ترتبط باستخدامه. أصبح التعريف واسعاً جداً، وأصبحت المسؤولية أكبر، وأصبح الأمر أكثر اختلاطاً فيما يجب أن نبلغ عنه وفيما يجب أن نعرف به. وليس فقط، فإنه جميع النشاطات التي تتضافر مع بعضها لتحقيق هذا الغرض. فالآثار غير المرغوبة بها قد تكون آثارا تتعلق بالدواء وأخرى تتعلق بالمريض. ما الذي يمكن أن يتعلق بالدواء؟ الجرعة. هل هذا الدواء تم تصنيعه بصورة مناسبة للـ current GMP practices؟ هل كان هذا الدواء مخزنا بالطريقة التي يجب أن يكون تخزينه؟ هل تم توزيعه؟ وهنالك أمور أخرى تتعلق بالمريض. وهذه الأمور التي تتعلق بالمريض تتعلق بنوعين، إما بسلوك المريض أو بفيزيولوجيته. فالأمور قد تتعلق بفيزيولوجيته بأمور قد ورثناها في كيف نستقلب نحن الأدوية وكيف نوزعها وكيف هي فائدة لنا، وأمور أخرى قد تتعلق بسلوكنا تجاهها. هل نحن نأخذها على الوقت؟ هل نأخذها بالطريقة المثلى؟ أم أننا لا نقوم بذلك؟ وهنالك أمور أيضا تدخل فيما يتعلق بالأخطاء الطبية. والأخطاء الطبية تتنوع من أخطاء للوصف إلى أخطاء للصرف، أو أمور تتعلق بالإدمان والاعتياد. ونعرف في بعض المجتمعات قد يكون هنالك هيئات متخصصة تتعلق بهذا الموضوع، ولكنها تدخل تحت المظلة الكبيرة للتيقظ الدوائي أيضا. وهنالك أيضا التسمم،
في بعض الأمور يكون هنالك مركز خاص، وفي بعض المجتمعات يكون هنالك مركز متخصص بالتسمم. إذا لم يكن فهي وظيفتنا أيضا أن نأخذ بهذا الموضوع. وهنالك تحديات ناجمة عن حملات العلاج الجماعية، فمثلا برنامج وطني للتلقيح ضد السل أو شلل الأطفال لا يمكن أن يمر دون أعراض جانبية، لا يمكن أن يمر دون أخطار. هذه الأخطار كلما نحن علمنا أكثر وكان لدينا معلومات أكثر عن هذه الدواء وعن ما يمكن أن يقوم به هذا اللقاح، كلما أدركنا وكان آمنا أكثر لأن نقوم به. وهنالك أمر آخر، هنالك ما يسموه بأحيان البروباغاندا، وهي تقوم مثلا مجتمع من المجتمعات بالتلقيح ضد داء معين، فيقوم الناس ويقول أوعك تأخذ هذا اللقاح، هذا مرض، هذا فيروس عم يحقنوه فيك، أنت تخيل أنت عم تفوت الفيروس إلى داخل جسمك. يبتعد الناس ويهرب. وهنا مسؤوليتنا أيضا أن نقوم بهذا التحدي ونبين للناس ما نوع هذا الفيروس، وهو في الغالب ليس فيروسا حيا مع تطور اللقاحات. حملات الوقاية التي نقوم بها، غالبا ما يكون هنالك دائما تخوف من الناس، تخوف من العامة تجاه هذه المواضيع. وهنا أصبح المصطلح وبالتالي أولوياتنا متغيرة. كنا من 10 سنين نتكلم عن الدراج سيفتي أو سلامة الدواء، لكن حقيقة ماذا يهمنا إن كان الدواء سالما أو آمنا؟ ما يهمنا أن يكون المريض سالما وآمنا. وبالتالي انتقل تركيزنا من الكيمياء إلى الإنسان، وهو ما يجب أن يكون. نعود إلى القاعدة الأولى. في أغلب ومعظم الكليات الصحية نقسم قسم أبيكرات ونعتمد قانونه، والذي قال في البداية First, do no harm. أولا لا تؤذي أحدا. ما يهمنا كأعضاء في هذه المهن الصحية قبل أن نشفي مريضنا أن لا نؤذيه. إن الأهم من أن تساعده هو أن لا تؤذيه في البداية. الهدف الثاني هو أن تعالجه من مرضه. فما لماذا نحتاج التيقظ الدوائي؟ باك الفيديو مرة ثانية اسمح. يظهر هذا الفيديو اوكي مو مشكلة حتى لو ميوت، بس ارجع لي عليه باك. فيك تشغل الفيديو؟ هذا الفيديو احدهم يقطع الشارع من المكان المخصص لمرور المشاة، وفجأة تصدمه سيارة. هنالك أمر خطأ في هذه الصورة، إنه يقطع في الوقت المناسب في المكان المناسب في الممر المناسب، ومع ذلك يمكن أن تدهسه سيارة. هذا السؤال الأول الذي يمكن أن نسأله لأنفسنا. ماذا يمكن كان يمكننا أن نفعل لنمنع اصطدام هذا الرجل أو هذه الشخص بالسيارة؟ هذا البعد الإنساني، لأننا نهتم، لأننا ندرك أن هذا الشخص قد يكون في خطر مع أنه قام بكل ما يجب أن يقوم به. يجب أن نفكر في طريقة لتحسين سلامته، ولكن هذا البعد لا يفكر فيه الاقتصاديون. الاقتصاديون تقول لهم والله ممكن أن يكون هذا الإنسان في خطر، يقول يجيبك هل يمكن أن تحدد هذا الخطر بمقدار مادي لأعرف ما هي كلفة هذا الخطر وما هي النتيجة والمردود المادي؟ إذا أنا درأت هذا الخطر سوف يرجع لي. فهنا يجب أيضا أن نتكلم عن الكلفة الاقتصادية التي قد يتحملها المجتمع. يجب أيضا أن نتكلم عن تعزيز الاستخدام الرشيد للدواء. الرشيد يترجمونه في الإنجليزية يقولون rational، ورشنال هو غالبا منطقي،
عقلاني يتبع تنظيما معينا، يتبع مبدأ معينا، ولكن الأهم هو أن نؤكد ثقة المريض بالدواء الذي يتناوله. عندما يذهب المريض ويأخذ الرشات من الطبيب ثم يذهب إلى صرفها من قبل الصيدلاني، يتوقع أن هذا الدواء لن يضره وإلا لما كان أخذه في البداية. كيف نجمع المعلومات؟ لقد أنا متأكد أنكم قد رأيتم هذا السلايد عشرات المرات في عشرات التقديمات، ولكن كل ما أريد من هذا السلايد هو أمر أساسي فقط. أريدكم أن تركزوا على عدد الناس الذين تم فحص الأدوية عليهم قبل دخول الدواء إلى السوق. ففي أحسن الأحوال، في أحسن الأحوال، وأنا لا أعرف هذا قد حدث، 4000 مريض يمكن أن يكون طبق عليهم هذا الدواء. نحن الآن في الكرة الأرضية أطعنا 6 مليار، صح ولا لا؟ ف4000 تم تجربته وهوب قدمناه إلى السلطات الصحية، وسلطات صحية عظيم، 4000 زلمة قدروا أنهم يأخذوا هذا الدواء، ممتاز، نزل الدواء على السوق، ألف مبروك، كل الأمور بخير وتمام. ولكن هذا الأمر يتغير فيما بعد، وتأكيدا على ذلك كم من الأدوية نعلم عنها تم سحبها بعد سنين من وجودها في السوق. ألم تمر بهذه المراحل جميعها؟ ألم تأخذ موافقات؟ وهنا يجب أن نؤكد فكرة، ليس أن نخلل الثقة في السلطات الصحية، ولكن أن نؤكد للناس وأن نؤكد لأصحاب المهن الطبية أن تسجيل الدواء وموافقة الهيئات الصحية على تسويقه في بلد معين لا يعني أبدا أن هذا الدواء سالم بالكلية. وهنا نعود إلى الإحصاء. الزملاء الموجودون بيننا الذين يقومون بأبحاث علمية غالبا عندما يرون كلمة إحصاء تبدأ الرعشة ويبدأ التفكير، الآن سوف يكون لدينا أمر رياضي ولا أدرك ما هو الفحص المناسب للإحصائي المناسب. ولكنني سأذكر قاعدة أساسية هي قاعدة الثلاثة. ما هي قاعدة الثلاثة؟ هي أن احتمال ظهور حدث لمرة واحدة يساوي 95% عندما يكون حجم العينة 3 أضعاف التواتر ظهور الحدث. ماذا يعني هذا؟ أنا متأكد أنني كنت أتكلم الهيروغليفية قبل قليل، سأحاول ترجمتها إلى العربية. الموضوع إذا كان احتمال أن يظهر للإنسان مثلا سعال تجاه دواء مثلا كالراميبرول وهو إيس إنهيبيتر مثلا، هو واحد بالألف، فهذا لا يعني أننا إذا أخذنا عينة من 1000 سيظهر واحد، لا، هذا يعني أننا نحتاج إلى عينة حجمها 3000 ليظهر مرة واحدة باحتمال 5.